اللي ورايا، وعايزك توجه كلمه لجمهور النادي الاهلي وكلمه للاعبي النادي الاهلي خلال الفتره الجايه، خصوصا ان احنا مقبلين على فتره صعبه جدا ككابتن طارق سليمان مدرب حراس المرمى السابق في النادي الاهلي وكطارق سليمان مشجع النادي الاهلي. ما فيش شك طبعا ان جمهور النادي الاهلي بشكره، يعني انا بلمس ده في الشارع وبشوف الناس قد ايه يعني في تفاعل مع الواحد وبتحب الواحد قد ايه، ودايما ده زي ما بقول لك بلاحظه في عيون الجمهور وبلاحظه في حتى في تشجيعهم ليا او لما بيقابلوني في الشارع، فبشكرهم طبعا. ودوركم مهم جدا جدا في الفتره اللي جايه، يعني بقول لكم الكلام ده لان طبعا الفتره اللي جايه هتلاقي اخبار كتير وحاجات كتير ممكن بتبقى صح ومشاكل كتير بتحصل بره الملعب، فانت ازاي انت تبقى وطول عمرهم هم دورهم مهم جدا ودورهم فعال جدا مع النادي الاهلي كده، عايزين يحرمونا منهم او البعض. طبعا فجمهور النادي الاهلي يا كابتن اسلام هو السند الحقيقي للنادي الاهلي للامانه، يعني هو طول عمره في ظهر النادي الاهلي، وانت بتاخد قوتك وبتستمد قوتك في الملعب من جمهور النادي الاهلي. مظبوط، دي واضحه وضوح الشمس لاي حد القاسي والداني بيتفرج عارف النادي الاهلي، عارف جمهور النادي الاهلي، جمهور بيحب النادي قوي وعمره عمره ما بيبقى ضد النادي يا كابتن اسلام، واضحه جدا يعني. طبعا. فبقول لهم انتوا الفتره اللي جايه عليكم دور كبير جدا في ان انتوا جنب النادي وجنب اللعيبه وجنب مجلس الاداره، لان انتوا زي ما بقول دايما احنا لو جمهورنا موجود في الملعب يا كابتن اسلام كان في حاجات كتير جدا تتغير. يعني كنت لسه بكلم وانا جاي والله مع الراجل جاي معاه في العربيه اللي جاي معاه في العربيه سالني سؤال، يعني فقلت له يعني ابسط حاجه خالص، احنا لعبنا ماتش بيراميدز كان نهائي مبكر لعبناه من غير 50 واحد في الملعب مش كده؟ صح. انا بقول له لو كان جمهورنا موجود في الملعب في الماتش ده كانت ضربتين جزاء اتحسبت، حاجات كتير يا كابتن اسلام تتغير. لو في 20,000 و30,000 حاجات كتير تتغير. المنافس الماتش النهائي كان فيه حوالي 20,000 30,000 صح، كلهم في اتجاه واحد. فهنا مفيش تكافؤ فرص، هيقول لك اصل ده نهائي، طب ما احنا النادي الاهلي وبيراميدز كان نهائي مبكر، يعني كان مباراه نهائي برضه يعني انت ليه يعني طب ما كنت خلي في تكافؤ فرص وخلي الماتش ده كمان بجمهور. فقصدي اقول ان جمهور النادي الاهلي لو موجود في الملعب احنا واخدين بطولات كتير، يعني ماتش اللي بكلمك عليه بتاع الكونفدراليه لما كان فيه 70 80,000 في الاستاد انا وكانوا بيقولوا يا رب بالظبط في اخر دقيقه في اخر ثواني كله بيقول يا رب صح. لحد ما ربنا اكرمنا وجبنا الجول. فقصدي اقول لك جمهور النادي الاهلي خليك ورا النادي الاهلي وخليك ورا اللعيبه ومجلس الاداره، لان انتم مهمين جدا، دوركم مهم جدا في الفتره اللي جايه. للعيبه طبعا احنا عندنا احسن لعيبه في مصر بجد، يعني عندنا لعيبه كتير جدا وعندنا لعيبه كتير جدا كويسه، فاحنا حاسس ان احنا عندنا لعيبه مهم بقى يا كابتن اسلام يبقى التكاتف ده يبقى عامل كده تكاتف طبعا ايد واحده. بص يا كابتن اسلام كل البطولات اللي احنا خدناها لما بنيجي نسترجع كده شريط السنه كلها عدت علينا، مش ممكن ابدا نخسر بطوله واحنا ايد واحده كده، واحنا اللي بره زي اللي جوه كله بيأدي في اتجاه واحد، ما حدش بيروح في اتجاه تاني، لو حد راح في اتجاه تاني يا كابتن اسلام بيحصل عشان كده خدنا الدوري طبعا. فكل البطولات اللي احنا خدناها بالشكل ده، فعايز اقول لهم تبقوا قريبين من بعض جدا، يديكم في ايدين بعض، وبالذات كمان الناس الكبار في الفرقه هم عارفين الكلام ده كويس يا كابتن اسلام، ما شاء الله شريف وشناوي وحسام ووليد وسعد مش عايز انسى حد، المجموعه الكبيره كلها يعني ما شاء الله بيبقى لهم دور مهم جدا مع الولاد الصغيرين. عندنا الفرقه بقى فيها لعيبه كتير كويسه قوي بس سنها صغير. لو قعدت اعد لعيبه مواليد 99 ومواليد 98 وحتى مواليد 2000 وحتى 2001، عندنا في لحد 2001 عربي و2000 طبعا احمد ومصطفى، ففي وعمار واحمد حمدي لعيبه كتير قوي صغيره. فاللعيبه دي مهمه يا كابتن اسلام ان دايما تبقى يعني تحبوا النادي قوي فعلا. النادي الاهلي ده يا جماعه يعني اي حد بيطلع بره صدقني والله يا كابتن اسلام اي حد بيطلع بره النادي الاهلي بيعرف قيمه النادي الاهلي طبعا صدقني. كل اللعيبه حتى لو بيلعب بروح منتخب مصر، حتى لو بيلعب اساسي في نادي تاني، بس النادي الاهلي مختلف سواء بقى انت شغال فيه مدرب مظبوط، شغال فيه في قناه النادي الاهلي، شغال فيه في كلاعب كعامل في النادي الاهلي، النادي الاهلي مختلف. فيعني هو ده الرساله اللي انا بوجهها للعيبه وبوجهها للجمهور. وطبعا يعني ما اعرفش بقى ان خلصنا ولا لسه. انا بشكرك جدا يا كابتن طارق على وجودك معانا النهارده.